هات لي قهوه جاي. قوم اعملها لنفسك يا علي. اعملها لنفسي ازاي؟ انت فاتح القهوه دي ليه اصلا؟ مش عشان تخدم الناس؟ وانت مش بتعرف تقرا؟ مش شايف الورقه اللي انا معلقها دي؟ ايه الورقه دي؟ اخدم نفسك بنفسك؟ يعني اخدم نفسك بنفسك دي. وانا مش بدفع ثمن الحاجه اللي انا بشربها دي الطقطقين يا ابني؟ لا انت ما بتدفعش يا علي، انت بتقعد تشرب 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 وفي الاخر بتقول الحساب شكوكو. شكوكو اسماعيل ياسين مالكش فيه، اول ما المرتب بينزل بقبض وبدفع لك. هو اللي بتدفعه ده فلوس؟ ده انت بتدفع في القهوه 2 جنيه، المفروض تدفع في القهوه 10 جنيه. ليه؟ لاتيه وتشيز كيك؟ سعر سياحي يا اخي، انا لا مؤاخذه قهوتي ما تقلش عن اي كافيه سياحي في البلد دي، وبعدين احنا برضه في منطقه سياحيه. هي فين يا ابني المنطقه السياحيه دي؟ انا مش شايف قدام قهوتك غير مجاري طفحه وزباله ملهاش صاحب. هو اللي في وش القهوه دي ايه؟ مش الجامعه؟ والجامعه دي فيها ايه؟ مش كليه سياحه؟ واللي في وش قهوتي على طول ايه؟ كليه سياحه. يبقى الكافيتيريا بتاعتي دي ايه؟ كافيتيريا سياحه. يبقى المفروض اتحاسب اسعار سياحه، ولو الحكومه ما ادتنيش رخصه سياحه انا هقفلها وهشوف لي بلد تانية تعرف قيمه قهوتي كويس. طب على ما الحكومه تعبرك قوم اعمل لي قهوه اشربها قبل ما اروح شغل، وانا متاكد ان الحكومه هتعبرك، بس مش هتديك رخصه سياحه، لا هتديك على قفاك وهتقفلها لك. لا اخويا، انا اللي هقفلها بنفسي قبل ما حد يفكر يقفلها لي، ولو ما حدش عبرني انا ههاجر، هسيب البلد دي وهحرمهم من قهوتي وهم الخسرانين. هو اليوم باين عليه من اوله، يعني انا اشرب القهوه شكوكو فين دلوقتي؟ ما بيرضوش يشككولي في كافيتيريه الجامعه. ان شاء الله عنك ما شربت يا معفن. ده انا باجي اشرب القهوه المعفنه بتاعتك عشان بشربها شكوكو ومستحمل قرفك، مش قاعد عندك تاني ومش عايز منك حاجه. ان شاء الله عنك معوز. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وصبحي ابن خالد. خليك قاعد كده وبقابلني بقى لو الحكومه عبرتك يا معفن. دوش كده قفلت. تحب تلعبي 10 تانية؟ نلعب واحنا ورانا ايه يعني؟ شوفي اهم حاجة انك تتابعي هاشتاج انتخ ربنا يهديك والحكومة هتصرف عليه، تتابعيه كويس وتنزلي عليه الاخبار اول باول، احنا عاوزين الهاشتاج ده يبقى رقم واحد في العالم. انا متابعة الهاشتاج من الموبايل وانا قاعدة معاك ما تقلقش. ثواني يا بابا كده رد على التليفون. ايه ده؟ ده علي. الو. ايوه يا علي. لا انا مش جاي شغل النهاردة. هو انت ما اشتركتش في الهاشتاج بتاع انتخ ربنا يهديك والحكومة هتصرف عليك؟ طب اسمع بقى، احنا مدين الحكومة فرصة 48 ساعة، لو ما صرفتش علينا واهتمت بينا الشعب كله هيسيب البلد وهيهاجر، ايه رأيك؟ ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. بس يا جماعة، بس يا جماعة، احنا مش جايين هنا عشان نتخانق، مش كل واحد فينا عايز يشيل ايده من المشكلة ويرميها على التاني. يا فندم البلد اتشلت ومحدش عايز يشتغل، انا اول مرة في حياتي اجي الوزارة ماشي على رجلي، السواق بتاعي سرق العربية واختفى. المشكلة اكبر من كده يا سيادة الوزير، والمسؤولية كلها علينا، لازم نعرف سبب كسل الناس المفاجئ ده وإهمالهم اللي زاد عن حده ده سببه إيه وليه فجأة كده. يا فندم المصالح كلها وقفت والبلد بتخرب كده، هتتشال من على الكرسي. وأنا كمان هتشال، هبقى عاطل يا فندم. هو ده بس اللي خايفين عليه؟ مش عارفين إن المشكلة لو ما تحلتش العالم كله هيتدخل؟ عارفين ده معناه إيه؟ أنت جايب القهوة بنفسك يا ست اللي هو أمال فين بتاع البوفيه؟ يا فندم ده شرف كبير ليا، انا عملت القهوه في مكتب الامن بنفسي لحضرتك، وما عرفتش اعمل لك عصير لان بتوع البوفيه قفلوا الثلاجات وضيعوا المفاتيح. انا مش عارف ايه اللي حصل يا فندم. انا شايف ان احنا مخترقين بسبب شبكات الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، دي اجنده اجنبيه بتتنفذ عشان توقع البلد. طيب وتقترح ايه يا سيادة اللواء؟ يعني بعد إذن سعادتك، يعني أنا بقترح إن إحنا نقبض على كل الكسلانين وكل اللي قاعدين على القهاوي ونخليهم كلهم عبرة. عبرة لمين؟ كده هنعتقل البلد كلها. يا فندم أحسن، عشان يبقى الشعب كله عبرة للعالم كله. الله، طيب ونحكم مين؟ ومين اللي هيشغل البلد؟ يعني نستورد الشعب من برة ولا نأجر شعب إيجار جديد؟ هذا وقد تراجعت كل مؤشرات البورصة وانخفضت جميع الصادرات المحلية بسبب توقف الإنتاج المحلي، وقد أعلن المسؤولون أن جميع مؤسسات الدولة
تعمل بكل طاقتها لخدمة المواطنين، وأن ما يتردد حول أن هناك حالة من الكسل والخمول العام مجرد شائعات هدفها إحباط الجماهير. يا سلام عليك يا مستردع، عبقري، أنا عبقري. لازم نعود السحر كلها تعمل أبحاث عن ده. والله محروس أنا مش مصدق اللي بيحصل في البلد. تخيل يا جدع روح اشتري طلبات ألاقي إزازة الزيت بقت ب555 جنيه. أمال أنت فاكر إيه؟ لا والسكر اللي بقى ب222 جنيه. طب وبعدين ده أنا مرتبي ما بيجيبش غير إزازة زيت وكيس سكر وحتة سمنة ودبوس فرخ. ده احمد ربنا غيرك مش لاقيهم. وبعدين بقى لازم الحكومة تتصرف، مش هم اللي بيحكمونا يبقوا يصرفوا علينا. وهي الحكومة المفروض اللي تصرف علينا ولا احنا اللي لازم نشتغل عشان نصرف على نفسنا؟ بقول لك ايه، من النهاردة مفيش شغل خالص، في انتخى وبس. انتخى وبس عشان بعد كده مش هتلاقي تاكل. هو كده وخلاص، الشعب قرر اللي انتخى، ولو الحكومة مش عاجبها هنسيب البلد ونهاجر ويبقوا يحكموا نفسهم بقى. طيب ايه اللي جرى لك يا محروس؟ فين الحركة بركة وهزها تجيب رزقها؟ مش ده كلامك يا محروس؟ ده كان زمان يا صاحبي، ايام الشقة والمرمطة. انما دلوقتي الحمد لله ربنا تاب عليا وبقيت من المتأنتخين. بقيت من المأنتخين؟ منك لله مسترد الكلب، شقلبت حال محروس. محروس ايه ده، انت شقلبت حال البلد كلها. ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. في يا بنت انتوا نايمين في مية ولا ايه؟ بخبط بالي ساعة. يا عم مش قادرين نقوم نفتح الباب، بالراحة علينا شوية. صبرني يا رب. امك فين؟ مش سمع صوتها يعني؟ اهي قاعدة بتتفرج على مسلسل الاسطورة هناك اهي. يا دي ام الاسطورة اللي واكل دماغنا. يا الست دي ما بتزهقش من القعدة قدام التلفزيون. ياما اما انا جبت شوية طلبات للبيت، قومي بقى حضر لنا لقمة نتغدى بيها. مش هقوم اعمل حاجة، واللي عايز حاجة يقوم يعملها بنفسه. يعني ايه؟ أنا ممكن أقشر بطاطس عادي، أقطع لك بصل بالرغم من إن عيني هتورم من العياط، إنما أعمل الأكل كله ياما؟ طب طشة الملوخية، ما بعرفش أشهق الشهقة اللي أنت بتشهقيها ياما. الشهقة بسيطة خالص، هتعمل كده أهو. أنت كده بتطلعي في الروح ياما، دي مش شهقة، دي سكرات الموت. قلت لك أنا مأنتخة ومش هتحرك من مكان، ها؟ كتر خيرك ياما، الحق مش عليكي، الحق عليا أنا. ضيعت مرتبي كله في الطلبات وفي الاخر مش هاكل برضو. وبعدين في صوتك العالي ده يا علي. ايه يابا انت كمان في ايه؟ الواحد مش عارف يا انت براحته. لا يا زهن، انا عايز هاجري على كندا ومش عايز اروح استراليا. ليه؟ وانت سافرت استراليا قبل كده؟ لا طبعا. هسافرها فين يا عم؟ ده انا بسافر بلطيم بالعافية. امال قاعد تتكلم بقرف كده كأنك روحتها 100 مرة ومش عاجبك يا راجل. انا بقى مش هسافر غير على استراليا، وان كان عاجبك يا اما خليك قاعد هنا. مقنت بقولك ايه، علي اهو هناك اهو، نحكمه يا عم ما بين. يا علي يا علي، عايز يا محب بقى كندا احلى ولا استراليا احلى؟ بقولك يا والنبي سيبني في حالي عشان انا مش طايق نفسي. طب ما تفهمه الاول. بص يا عم علي، انا عايز اهاجر على استراليا، والعبيط ده عايز يروح كندا. بقى انا اللي عبيط برضو؟ ابقى عبيط فعلا لو مشيت وراك وسافرت استراليا. طب يا محي، انا شايف ان في موقف عدائي بينك وبين استراليا، ممكن اعرف ايه سبب الموقف ده؟ موقف عدائي ليه؟ والله ولا اعرفها ولا عمري شفتها حتى. طالما ما فيش حاجة، امال شايل في نفسيتك او منها كده ليه؟ ده انا حسيت ان استراليا دي مرات ابوك يا جدع. هو كده وخلاص، بعند مع زهني عشان هو عايز يروحها، وانا فاهم انه عايز يمشي كلامه عليا وخلاص. يا عم اللي بيته من ازاز ما غيرش في الصالة. انا عايز امشي كلام عليك وخلاص، يا اما تجيب انت بقى الفلوس اللي هتهاجر بيها لكندا. ايه ده، هو انت زهني بتشتغل وبتقبض فلوس؟ لا طبعا، شغل ايه، ده انا مأنتخ يابا. الفلوس اللي معايا دي كنت محوشها من ايام ما كنت عبيط وبشتغل. عبيط وبتشتغل؟ على ان عمان اللي عبيط، انا اللي عبيط اللي مضيع وقتي مع ناس عبط زيكم. ناس ايه ده، البلد كلها بقت كده. بابا انا خلاص جهزت كل حاجة عشان نسافر. عال قوي، كنت متأكد اني معتمد على راجل وهيخلص لي كل حاجة. طبعا يا بابا خلاص، البلد دي ما تنفعناش، ولا في اي مسؤول هيعبرنا حتى لو متنا هنا، ولا حد هيسأل فينا اصلا. بس احنا لسه ما حددناش هنسافر فين. الله، اول مرة يا منار امك تبقى معانا على الخط وتوافق على اللي بنعمله. صحيح يا ماما،
يعني ما اعترضتيش على موقفنا زي كل مرة ومسكتي في خناق باباك العادة؟ بقول لكم ايه، البلد كلها عايزة تهاجر، يعني احنا بس اللي هنقعد فيها لوحدنا؟ يا باي، المفروض القرار ده كان يحصل من زمان عشان كل واحد ياخد حقه في البلد دي. صح، خلي المسؤولين بقى يصحوا من النوم ما يلاقوش فرد واحد يحكموه، مش هيبقى قدامهم حل غير انهم يستوردوا شعب من بره، بس لعلمك مش هيلاقوا ناس طيبين زينا. لا مش هيلاقوا. اللي انت عامله ده جاي يا فتاح عليم رزاق كريم؟ خير يا عم علي، عايز مني ايه؟ فتاح يا عليم ايه؟ انت قافل القهوة وعرضها للبيع كمان؟ يا عم وايه المشكلة، ما كل واحد يخليه في حاله يا جدعان. انا حر، قهوتي ومش عايزها، عاوز ابيعها. انا حر يا عم علي. تبيع ايه يا ابني؟ تبيع تراث؟ القهوة دي انت وارثها من جدك الله يرحمه، وجدك وارثها من جد جدك الله يرحمه، ياض القهوة دي قعد عليها فريد الأطرش الله يرحمه. يا عم لا تقول لي تراص ولا مطرص، بقول لك ايه، انا مش فارق معاك كل الكلام ده، انا يفرق معايا حاجة واحدة بس، ان ابيع القهوة واقفش القرشين وافك من البلد دي. البلد دي مش مقدرة موهبتي يا عم علي. موهبة ايه يا جاي؟ هو شاي والقهوة بقى فيه موهبة؟ طب يا سيدي انا مقدر موهبتك وجاي انفعك. تنفعني؟ ده انت اكتر واحد بتشرب شكوكه عم علي. ده لو واحد غيري كان المفروض خد منك فوائد على الشكوكه. فوائد ايه؟ هو انا واخد كارد من البنك؟ وبعدين ما انت كنت واكلها ولع مع الزباين. زباين مين يا عم علي؟ ادي زباين لا تاكل، ده الزبون من دول لو طلع نص جنيه من جيبه بيبقى ناقص يعمل ميتم. بقولك ايه، البلد دي مش مقدره يعني ايه قهوه عم علي. ده بره بيعملوا لها اعلانات يا عم، ده بيجيبوا جورج كلوني بيعمل اعلانات للقهوه. انا هسيب لهم البلد دي، وبعد ما اسيبها لهم هيقولوا فين ايامك هجاد، وهيندموا اشد الندم. هيندموا؟ قصدك هيكسروا قول المصر كلها وراك عشان نرتاح من عربيه الاسعاف اللي كل يوم والتاني تيجي تشيل واحد من عندك بسبب قهوتك المعفنه.